أخبار كتير جداً على الساحة الرياضية النهاردة، وطبعاً أغلبها أخبار ليها علاقة بالكرة المصرية، ولكن خليني أقول لكم أبرز عناوين الأخبار النهاردة. الزمالك يعلن استمرار كارتيرون لمدة موسم جديد. وفايلر يبقي على جهازه المعاون بعد التجديد عقده مع الأهلي. تكريم رؤساء الاتحادات والمدربين الفنيين واللاعبين في مئوية اتحاد الكرة. الاتحاد السكندري يجدد مفاوضاته مع رفعت للاستمرار في الموسم المقبل. وصلاح سليمان يقرر الاستمرار في إنبي خلال الموسم المقبل. أسوان يراجع السيرة الذاتية للمدربين قبل اختيار مدير فني جديد.